حلمت اني في شارع 30 ايه وجت دوريتين كذا وكلبشوني، وكان معي واحد من اخوياي كلبشوه بعد، والكلبش من كثر ما هو صاك على يدي انفك. بعدها قلت انا جلست افكر، قلت اني لازم انحاش وما بيعلم احد عساس ما احد يعرف ويني. فجلست افكر افكر، قلت اني حتى اهلي ماني بمعلمهم عساس ما، قلت اني بروح يعني. بعدها شفت الكلبش حق خوي ينفك، فجيت بقول له اسكت لا تعلم احد. فكان وقتها فيه اخوياي ثانيين يمشون في الشارع وشافونا، ما يعني ما حاولوا يساعدونا ولا طقوا لنا خبر، كذا ماشيين ما كانهم شافوا احد. فجاء هو يناديهم، قالوا شوفوا يا عيال الكبشات انفكت، وانا جاي بقول له لا تعلم احد، وانا جاي اقول له قالها، قال لهم يعني. بس هذه الحلم. كلبشات كان فكت ولا لا؟ ايه انفكت. كم عمرك انت؟ 21. ولد واللي قرب لك كم عمره؟ خوي ذا نفس عمري 21. حافظ على صلاتك؟ انا لا والله يعني خويك؟ ايه أنا أسأل الله لي ولك الهداية والصلاح والرشاد، نعم الله الله نعم محافظ على الصلاة في وقتها، محافظ على الأمر والدين. كنت سابقا مستقيم، ايه مستقيم مرة بعد. من أحد أسباب انتكاستك أحد أصدقائك، طب من هو؟ أنت ترى ما تعرف وش الكلبشة؟ وشو؟ هذا ثباتك على الدين كان. يوم انفكت هذه الانتكاسة، لا إن شاء الله ما بترجع إن شاء الله. إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول أحب القيد، قيد اللي هو قيد اليدين، قال القيد ثبات الدين، وأكره الغل، الغل اللي السلاسل اللي في الرقبة، في قول الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يعني الأغلال يعني ميز بها من يجحد، من يكفر، من يكذب، واضح؟ النصيحة يا أخي دعاء الله، اللهم يبقى القلوب قلبي على دينك، اللهم اصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني طرفة عين، وحافظ على الصلاة، بر الوالدين، أذكار الصباح والمساء، وأسأل الله لي ولك الثبات والهداية.